شروط بسيطة تطبقها وتحصل على جواز سفر من الله لدخول الجنة حسب آيات كتاب الله حصرا وليس اقتراح من عندنا أو آراء بشرية. صفحة الأولى من سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، ستة شروط: أولا يؤمنون بالغيب، فيجب أولا أن تؤمن بالغيب، من بين الإيمان بالغيب أن تؤمن بالله الأحد، تؤمن بالملائكة، تؤمن بالجن، تؤمن بالشياطين إلى آخره. طبعا هذه الآيات تعطيكم فكرة عن الإيمان بالغيب. إذن أول شرط أن تؤمن بالغيب. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والكتاب